المسجلين الجدد اللي كانوا ممتنعين أو كانوا في فترة الاستقالات السابقة كانوا تحت السن القانونية. الآن بلغوا السن القانونية، يعني مثلا الاستقالة السابقة في 2014-15 كان سنهم مثلا تحت 18، الآن تجاوزوها، وبالتالي المسجلين الآن عندنا 148 ألف هذول لغاية أمس 26، أنا متوقع اليوم في زيادة وبكرة في زيادة بإذن الله. العدد الكلي الآن أمس 26 وصل 2,522,000 2,522,000 هذا لغاية أمس وما مش داخل حساب اليوم، هذا فيما يتعلق بتسجيل الناخبين. بصفة عامة احنا نتأملوا خير، وهم برضو حتى الناس متأملين خير في المجموعة القادمة، لأن السيادة كما تقول سوء التقدير في المجموعة اللي موجودة الآن في المشهد، يحاولوا يحطوا في مجموعة جديدة يتأملوا فيهم خير مجموعة جديدة، ويقولوا إن شاء الله ربي يقدرنا ونختاروا الأصلح في المجموعة الانتخابية القادمة وعلى الله. والله أنا متأملة خير، أنا الحمد لله توا في وعي والناس فهمت وتعلمت شنو معنى انتخاب، يعني أنا هذه حاجة كانت غايبة عليهم والحمد لله توا قعد فيه، يعني في أمل، وهو الأمل في الله والحمد لله. نحن يعني أنا شخصيا نرى أن بإذن الله بإذن الله حتكون أحسن من المرات اللي فاتت. ان شاء الله نقولوا ان الناخبين انهم هم يكونوا يعني جيدين مش كيف اللي سبقوهم، وفي نفس الوقت يعني اتمنى من الشعب الليبي انه يختار الشخص المناسب ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب صراحه، او اذا كان ما في شخص مناسب ما في داعي نحط اسم بالكلي. هذا وجهه نظري انا الشخصيه، يعني من خلال التجارب اللي احنا عشناها في الفتره السابقه. حسب المنطقة اللي ساكنها.